السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أخواتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة الصديقة الشهيدة الزهراء سلام الله عليها. من حرم الإمام الرضا ننقل تعازيكم إلى الإمام الرضا سلام الله عليه بشهادة أمه، وننقل لكم هذه الروايات التي نقلها الإمام الرضا عن أجداده، أو كانت في بعض الأحيان هي إجاباته على الأسئلة التي طرحت عليه فيما يخص الزهراء سلام الله عليها. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول مؤكدا ناقلا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد: يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم حتى تعبر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله. هذه الرواية ينقلها الإمام الرضا سلام الله عليه عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فلنتوقف عند بعض الجزئيات أو بعض أجزاء هذه الرواية. الجزء الأول: السند الذي أضيف لاعتباره اعتبار لهذه الرواية بأن كان من ناقليها الإمام الرضا عليه السلام، يعني عندما وثقها الإمام الرضا عليه السلام أضيف لشرفها شرف ولبركتها بركة. ونحن الآن إذ نتذاكر وإياكم، أنا أؤمن أنني جزء من عزائكم على فاطمة، يعني هذا البرنامج أنا من؟ هذا البرنامج جزء من عزائكم إخوتي أخواتي على فاطمة، وأنا وإياكم أشترك بالحديث عن الصديقة الشهيدة الزهراء سلام الله عليها. هذا التذاكر، هذا الوقت منكم، هذا الوقت منا، كله بعين الإمام الرضا سلام الله عليه، إذ خصصنا هذه الدقائق لتكون عزاء رضويا للصديقة الشهيدة الزهراء سلام الله عليه. نقطة أخرى: هذا النداء الذي يتأتى فينا ويتعالى يوما بعد يوم، ونشعر أننا عندما نقول يا فاطمة الزهراء أيتها الصديقة الشهيدة تعلو فينا الهمة، كأنما يحاكي فينا ما أراده الإمام الرضا لنا. الإمام الرضا عندما يؤكد على قيمة الزهراء عند الله تبارك وتعالى يؤكدها في نفوسنا أيضا، لأننا اليوم في خير كبير، غيرنا مال إلى الدنيا وماد، ونحن في هذه اللحظة نذكر الصديقة الشهيدة مؤكدين على قيمتها، على شهادتها، على أفضليتها على الدنيا وما فيها. هي سيدة نساء العالمين. عندما نذكر هذه القصة وهذا القول وهذه الرواية، فلنعلم كم نحن محظوظين، كم نحن مرزوقين من الله تبارك وتعالى، إذ وفقنا لنطق اسم الزهراء الصديقة الشهيدة وغيرنا أصلا في غير دنيانا. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من يرضي الله ويرضي الزهراء ويرضي أئمة الهدى ويرضي من نحن بحضرته الرضا صلوات الله عليه، بذكر محمد وآل محمد وباستذكار فاطمة الزهراء سلام الله عليها سيدة نساء العالمين.